مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. انخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، ويوم الثلاثاء بتتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي وكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة في شمال ووسط المملكة هذا يوم الثلاثاء وصباح الأربعاء. ومن الخميس إن شاء الله، من يوم الخميس تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد انخفاض أو بداية الانخفاض تدريجي على درجات الحرارة، أجواء معتدلة بشكل عام في النهار، لطيفة في الليل. المناطق الشمالية العظمى 30 والصغرى 20، المرتفعات الوسطى 27-17، المرتفعات الجنوبية 24-15، الأغوار البحر الميت 36-23، وخليج العقبة 36-22، وأجواء حارة نسبيا في الأغوار والعقبة. البادية الجنوبية الشرقية 30-19، والبادية الشرقية حارة نسبيا 36-19 درجة مئوية. يوم الاثنين انخفاض آخر أو تغالي درجات الحرارة انخفاضها، ولكن تبقى يوم الاثنين أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، تميل للبرودة في ساعات الصباح الباكر، وبتكون العظمى بحدود 27 والصغرى 20 في المناطق الشمالية، المرتفعات الوسطى 26-17، والمرتفعات الجنوبية 25-16، والأغوار البحر الميت 36-22، أجواء حارة نسبيا في النهار وحارة نسبيا في العقبة 36-21 و30-19 درجة في البادية الجنوبية الشرقية و34-17 في البادية الشرقية. يوم الثلاثاء إن شاء الله انخفاض واضح وملموس، حيث تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي وكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى، وبالتالي يطرأ انخفاض ملموس، نشعر بالبرودة أحيانا، والأجواء في المناطق الشمالية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر. العظمى 24 والصغرى 17، المرتفعات الوسطى أيضا غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا. العظمى 23 والصغرى 19. بشكل عام في كل أجزاء المملكة درجات الحرارة أقل من معدلاتها بشكل واضح، أقل من معدلاتها ما بين 5-6 درجات مئوية هذا يوم الثلاثاء. المرتفعات الجنوبية غائمة جزئيا 26-13، والأغوار البحر الميت 35-21 درجة مئوية، و35-20 في العقبة، و31-14 في البادية الجنوبية الشرقية، و35-14 في البادية الشرقية. وبنلاحظ أنه درجات الحرارة بتكون تميل إلى البرودة أثناء الليل في البادية الشرقية والبادية الجنوبية الشرقية، وتنخفض أكثر من المعتاد بشكل واضح. أما يوم الأربعاء فتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها، وتبقى الأجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية والوسطى مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في فترة الصباح وحتى الظهيرة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 25 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 23-15، في حين أنه المرتفعات الوسطى ومنطقة عمان معدل العظمى فيها في مثل هذا الوقت من السنة هو 29 درجة، ومعدل الصغرى 18-19، درجات الحرارة أقل من معدلاتها بشكل واضح. المرتفعات الجنوبية 25-14، الأغوار البحر الميت 33-21، والعقبة 33-20، يعني أجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت وكذلك العقبة، و32-15 في البادية الجنوبية الشرقية، و33-15 في البادية الشرقية، وأجواء تميل إلى البرودة أثناء الليل بشكل واضح.
ويوم الخميس إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي. يوم الخميس أجواء مستقرة مشمسة، أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا. المناطق الشمالية العظمى 27 والصغرى 16، المرتفعات الوسطى 26-18، والمرتفعات الجنوبية 25-16، والأغوار البحر الميت 34-22، وخليج العقبة 33-21، والبادية الجنوبية الشرقية 32-19، والبادية الشرقية 34-17 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء تقريبا خريفية معتدلة نهارا، خريفية لطيفة ليلا. المناطق الشمالية 30-18، المرتفعات الوسطى 27-19، والمرتفعات الجنوبية 25-18، والأغوار البحر الميت 34-23، وخليج العقبة 33-22، والبادية الجنوبية الشرقية 32-20، والبادية الشرقية 34-18 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع